هي على البايوسيراميك الصنف الثاني من المواد الإحيائية. قلنا أخذنا الصنف الأول اللي هو المواد الإحيائية المعدنية بكل أصنافها وتطبيقاتها وشنو مساوئها وشنو مميزاتها. اليوم إن شاء الله الصنف الثاني اللي هو البايوسيراميك. طبعا عادة هي كلمة البايوسيراميك هي مشتقة من كلمة بايو مواد إحيائية، والسيراميك هي المواد السيراميكية. طبعا كمواد سيراميكية هناك يوجد العديد من المواد السيراميكية، وبالأخص اللي تكون ذات أساس زجاج الكلاس، لأنه تركيبها الأساسي مشابه لتركيب العظام. تستخدم بالتطبيقات العظمية كمزروعات عظام أو كأجهزة خارجية، بس أكثر شيء تستخدم بالتطبيقات العظمية، قلنا لأن تركيبها مشابه لتركيب العظام. طبعا كتطبيقات طبية بصورة عامة للمواد السيراميكية اللي تدخل بيها، مثلا الجوينت، قلنا شنو الجوينت؟ يعني مفاصل، سواء مفصل ركبة أو مفصل ورك يدخلونها بيها، أو تيشيو ريبليسمنت يعني استبدال أنسجة. الأنسجة هنا تكون يعني مثلا الأنسجة الخفيفة اللي هي تكون على العظام، يعني مو الأنسجة اللي بداخل الجسم كتكون مريء أو معدة، لأن قلنا هاي الأشياء، أو مثلا شريانها، قلنا هذه يعني كل تطبيق معين إلى مادة معينة ملائمة إلى التطبيقات العظمية، يعني أشياء أنسجة خفيفة على العظام يصنعوها من مواد سيراميكية لأن تركيبة مشابه للعظام. بينما التطبيقات الثانية مثلا بداخل جسم الإنسان كمريء، شريان، معدة، أو هذه تصنع من مادة بوليمرية، أغلبها مادة يسموها البوليوريثان، اللي هسه ناخذها إن شاء الله بمحاضرة المواد البوليمرية، لأن هي مادة إلاستيسيتي عالية وبايو كومباتيبلتي، فيستخدموها بهيش التطبيقات. أهم الصفات المميزة اللي تدخل بتطبيق المواد الإحيائية هي تكون أولا تكون خواصها الميكانيكية متكاملة. يعني شنو أقصد بها هنا متكاملة؟ يعني هنا من راح يجي مثلا يزرعها بعظم اليد أو مثلا بعظم الرجل، الأرجل، يعني بأي مكان، شنو خصائصه الميكانيكية الملائمة إلا؟ لأن إحنا قلنا بأول محاضرة أي شيء يصنع الإنسان لازم ينظر إلى كمهندس مواد شنو خصائصه. لازم تكون خصائص المزروعة مقاربة لخصائص الجزء المفقود أو مقاربة لخصائص الأنسجة المحيطة. فهنا لازم يكون خصائصه الميكانيكية أول وحدة بيها تكون متوافقة وياها. ثاني خاصية أنه تكون توافقيتها الفيزيائية والكيميائية متلائمة ويا المضيف إلها، يعني مثلا ما إلها تأثير ضار سلبي، لأن هسه نشوف أكو بعض المواد السيراميكية مواد سامة، مواد مسرطنة. الفيزيائية شنو معناها؟ يعني مثلا اللون مالتها لما تكون مستخدميها بتطبيقات ظاهرة للعيان، مثلا الأسنان لازم تكون اللون مالتها قريب لسن الشخص اللي دي يصنعوه الهياب، درجة اللون كثافته، لأن احنا بالعادة المواد السيراميكية كثافتها عالية مقارنة بالخصائص اللي تعود لجسم الإنسان. فهنا لازم يكون توافق بهذا اللي يقصد به التوافق الكيميائي والفيزيائي. بس كإمبلانت بايوسيراميك مصنع كمواد سيراميكية لازم تمتلك أهم الخصائص. المزروعات المصنعة من مواد سيراميكية لازم تمتلك أهم الخصائص. أول وحدة قلنا نون تكسك، يعني شنو نون تكسك؟ يعني غير سامة، لأن قلنا أكو مواد تسبب السمية مثل الجرافين، ولو هو احنا ما راح أتطرق لكم بها هواية بس حتى تكون معلومات لكم. الجرافين مثلا يسبب سمية لجسم الإنسان، فما من الممكن استخدامه بتطبيقات تزرع داخل جسم الإنسان ويتفاعل وياه. الخاصية الثانية نون كارسينوجيك، يعني شنو معناها؟ غير مسرطنة. هاي أيضا الجرافين يسبب، هاي بالنسبة إلى هاي الخصائص صارت واضحة عندنا، خصوصا احنا بالقسم عندنا أستاذ طلع برا بالخارج فيتعامل ويا مواد سيراميكية فسببت له أمراض. المواد السيراميكية يعني مثلا هي شنو المواد السيراميكية؟ هي باودر بأحجام حبيبية مختلفة. طبعا كل ما يقترب من الحجم النانوي رغم الخصائص اللي ينطيها جيدة
مقارنة بالحجم المايكرو. هسه جماعة الفرع السيراميك إن شاء الله بصف ثالث صف رابع راح يتطرقوا لها بصورة واسعة، بس هاي معلومات إلكم. كل ما يقترب من الحجم النانوي كل ما تزداد خطورته الصحية على جسم الإنسان، فواحدة من عندهم إنه يسبب سمية، والخاصية الثانية يسبب سرطان. هاي بالنسبة للمواد، حتى لو كانت هي من ضمن المواد البايوماتيريال، بس كل ما يصغر حجم الحبيبي ويقترب من الحجم النانوي يسبب أضرار صحية على جسم الإنسان. الخاصية الثالثة إنه ما يسبب حساسية، الرجك يعني ما يسبب حساسية لجسم الإنسان، حال أي مادة تطرقنا لها بالبداية إنه الصفات الواجب توفرها بكل المواد الإحيائية. ثاني شيء ما يؤدي إلى انفلامتري، يعني ما يسبب التهابات. وثالث خامسا انه يؤدي الى تيشيو ريجنريشن، يعني شنو؟ يعني من يتسوي له ويا انسجه، لان قلنا احنا اغلب المواد السيراميكيه تدخل بالعظام لان تركيبها مشابه لتركيب العظام، لازم تتوافق ويا هاي الانسجه حتى تبني وتساعد تكمل الوظيفه، ما تعزل نفسها عنها، لان اذا عزلت يعني فشلت المزروعه. وبالتالي ايضا تتوافق او تتكامل ويا الانسجه المحيطه. هاي أهم الخصائص الممكن توفرها بالمواد السيراميكية. المواد السيراميكية بصورة عامة تقسم إلى 3 أصناف. أول صنف يسمى بايو إنرت، يعني مواد سيراميكية خاملة، من أصنافها هي الألومنا والزرقونيا والكربون. النوع الثاني من الصنف الثاني من أصناف البايو سيراميك هي البايو أكتيف، من أنواعها البايو أكتيف جلاس والجلاس سيراميك. النوع الثالث أو الصنف الثالث اللي قلنا عليه موجود بكل صنف سواء معدن، سيراميك، بوليمر، هي مواد بايودجريدبل، يعني مواد تتحلل مثل كالسيوم فوسفات والهيدروكسي أباتايت. هاي أصناف المواد السيراميكية بصورة عامة. هسه راح نجي على صنف من هذه المواد السيراميكية. البايو إناتر شو يقصد بيها؟ البايو انارت انه هي مزروعه راح تصنع من مواد البايو انارت، المواد الخامله، من يزرعها داخل جسم الانسان ما تسوي اي تفاعل فيزيائي او كيميائي مع الانسجه مع الجسم، تبقى كما هي، فلهذا يسموها بايو انارت، يعني تبقى محافظه على خصائصها سواء فيزيائيه او كيميائيه، تكون مستقره داخل جسم الانسان. هي ليش تبقى خصائصها مستقره؟ لان هي راح تبقى مثل ما هي، مو مثل لما الماده تتفاعل، من تتفاعل تبدي تفقد من خواصها الكيميائيه او الميكانيكيه بالتدريج، بس هذه لا تبقى مثل ما هي، شلون مزرعها تبقى مثل ما هي محافظه على خصائصها وما تتفاعل. اهم خصائص المواد البايو انارت انه هي تمتلك، اولا تمتلك مقاومه تاكل وبلع جدا عاليه لان هي ما تتفاعل. ثاني شيء تمتلك مقاومة ضد الكسر أيضا عالية، فهاي صفات إيجابية لها المواد البايو إنرت. أهم التطبيقات مثلا اللي تدخل بها البايو إنرت بصورة عامة مثل البون بليت والبون سكرو، اللي احنا قلنا شنو البون بليت والبون سكرو، اللي هي ألواح عظمية ومساميرها اللي تستخدم لعلاج العظام اللي حالات الكسر الوسطية، لأن هاي المواد بها حالة حركة، أو هذا التطبيق بحالة حركة، فالحركة ايش راح تولد؟ راح تولد احتكاك، وبالتالي الاحتكاك ايش راح يولد؟ يا اما راح يولد بلع يا اما راح يولد كسر. فخصائص المواد البايو انرت السيراميك انه هي مقاومة للبلع ومقاومة للتآكل، مقاومة للكسر، فهي تنفع لهذا التطبيق. من امثلة البايو انرت السيراميك احنا ايش قلنا؟ قلنا الومنا وزرقونيا وكربون النوع الثالث. أين أكثر شيء تستخدم بالتطبيقات العظمية؟ قلنا بالدنتال، يعني الدنتال يعني شنو؟ يعني مثلا سواء الفيكستشر، بس هي الفيكستشر قليل يستخدمونه، اللي هو برغ السن اللي ينزرع داخل عظم الفك، لأن هذا الجزء معرض إلى قوى عالية. وبالتالي إحنا قلنا المواد السيراميكية صح عندها مقاومة انضغاط عالية، بس هي أهم صفة سلبية ملازمة إلها إنه هي هشة. بس أكثر شيء وين يستخدموا؟ بصناعة السن الظاهر للعيان، الأسنان الخارجية يستخدموها ألومنا وزرقانيا، والأورثوبيدك اللي هي قلنا بيها مثل الني والهيب جوينت، بس مو بصورة كاملة، لأن مثلا قد يكون عملية تغطية على جزء، هسه نشوفها
أكثر شيء سووه عملية طلاء، لأن المواد السيراميكية ما تتآكل ومقاومة للبلع والتآكل. هسه نجي على أول صنف من مواد البايو إنرت، المواد الخاملة اللي هي قلنا ألومنا. طبعا الألومنا هي من جاية من ألمنيوم أوكسيد. قلنا بالسلايد السابق إنه أكثر المواد البايو إنرت تدخل بتطبيقات الأورثوبيدك، يعني الشغلات العظمية، والدنتستري اللي هي الشغلات العظمية. ليش تستخدم الألومنا بهاي التطبيقين؟ لأن أول شيء إنه هي مادة خاملة إنرت، ثاني شيء مواد بايو كومباتبلز، يعني مواد توافقية مالتها جدا عالية، ما تظهر أي تأثير سام. ثالث شيء والمهم إنه هي تمتلك مقاومة بلا جدا عالية، فلهذا تستخدم الألومنا بهذه التطبيقين. واضح؟ يعني مثلا من يجيكم تعليل ليش تستخدم الألومنا بالأورثوبيديك والدنتستري، هاي أهم الأسباب اللي تخليها تستخدم بهاي التطبيقات. كذلك بصورة مفصلة اللي هي شنو الأورثوبيديك والدنتستري اللي تستخدم، قلنا الهب والنيبروستيزيس، صناعة المفصل والركبة، والدنتال كرامز التاج اللي هي شو يسموها، قلنا الأسنان الظاهرة. طبعا أهم صفة تتواجد بالألومنة أنه هي تمتلك مقاومة تآكل جدا عالية، وتمتلك مقاومة بلع أيضا عالية، وتمتلك عامل احتكاك أيضا عالي. هاي الخصائص الثلاثة اللي تمتلكها هي ناتجة بسبب أنه عندها طاقة سطحية جدا عالية، العفو، تمتلك مساحة سطحية جدا عالية، إضافة إلى نعومة السطح. نعومة السطح متولدة من حجم حبيبي صغير، بس ما قلنا الحجم الحبيبي اللي يقترب من النانو، لأن المواد البايوماتيريال مثل ما قلت لكم السيراميكية كل ما تقترب، هي صح مواد بايو سيراميك، بس كل ما تقترب من النانو سيرام نانو سايز تزيد مخاطرها الصحية. هاي نقطة جدا مهمة، هاي بما يخص الألومنة. النوع الثاني من أنواع البايو إنرت اللي هي المواد الخاملة، عندنا الزرقونيا. الزرقونيا شبيهة هسه جماعة السيراميك إن شاء الله بالمراحل المتقدمة ثالث ورابع، مثل المعادن. المعادن أنتم ما أخذتوها بالفصل الأول إنه هي مخطط طوري، عند كل درجة حرارة معينة يظهر طور. الزرقونيا كذلك عندها أطوار عكس الألومنا، عندها 3 أطوار تتواجد بيها، اللي هي مونوكلينك اللي يكون عند درجة الحرارة الاعتيادية، اللي هو يكون طور جدا مستقر واللي هو المفضل مونوكلينك لأن مستقر، وعندها طورين ثانية يسموها كيوبك وتتراجونال. هاي إذن الطورين يتواجد بدرجات حرارة جدا عالية، بس الصفات السلبية لهذه الأطوار إنه هي أطوار غير مستقرة، يعني عند درجة حرارة معينة ترجع تتحول إلى المونوكلينك اللي هو الطور المستقر. عملية التحول الطوري مثلا من تتراجونال إلى المونوكلينك، هذا التحول راح يحسن من متانة السيراميك المستخدم بالتطبيقات الطبية. ليش؟ لأن قلنا المونوكلينك هو طور مستقر، بس العمليات التحول الطوري هذه من كيوبك وتتراجونال الى المونوكلينيك هي غير مفضلة. ليش؟ لانه عندها الخصائص الميكانيكية راح تقل من هذا التحول الطوري، وبالتالي من تقل الخصائص الميكانيكية راح تؤدي الى تولد شقوق، فهذه واحدة من عيوب السيراميك، او بالاحرى هي واحدة من عيوب الزرقونيا اللي هي عملية التحول الطوري من أطوار غير مستقرة اللي هي الكيوبك والتتراجونال، من راح تتحول إلى المونوكلينيك اللي هو الطور المستقر، راح تؤدي إلى تخفيض خصائصها الميكانيكية، وهذا التخفيض بالتالي راح يؤدي إلى تولد الشقوق وبالتالي تفشل الزرعة. حتى يعالجون هاي المشكلة، يعني مثلا احنا قلنا اكو شيء سلبي واكو شيء ايجابي، مثلا الحاله الاولى اللي قلنا عليها مثلا تتراجونال لو ممكن حسنت التفنس اللي هي المطلوبه بالمزروعات، بس بالمقابل اكو خصائص ميكانيكيه اخرى انفقدت. زين، حتى يوازنون بين هذا التحول الطوري حتى يحافظون على الخصائص، التجأوا الى انه شو يسوون، يضيفون مواد سيراميكيه ثانيه
ويا الزرقونيا يطلق عليها بارشال ستايبلايز زرقونيا. يعني شنو؟ هي شبه مستقرة الزرقونيا، بس ضايفي لها مادة ثانوية. أبسط مثال على البارشال ستايبلايز زرقونيا هي اليترا ستايبلايز زرقونيا، يعني يترم أوكسايد يضيفونه ويا الزرقونيا، سيراميك ثاني ضافوه ويا زرق. شنو فائدته هذا؟ أول شيء فائدة اليترم أوكسيد يضيفونه ويا الزرقوني، أول شيء راح يؤدي إلى استقرار الأطوار اللي هي التتراجونال والكيوبك للزرقوني، يعني تبقى أكثر فترة ممكنة بدرجة حرارة. يعني مثلا التتراجونال يتحول إلى المونوكلينك عند درجة حرارة 1173 سليزي. زين، هاي الدرجة راح تؤدي إلى التحول. حتى يمنعون هذا التحول، حتى يبقى بالتتراجونال، حتى ياخذون خصائصه المهمة اللي يحتاجوها بالمزروعات، فضافوا له اليوترام أوكسيد، راح يخليه أكثر فترة ممكنة بالتتراجونال، فيؤدي لاستقرار الأطوار للزرقونيا. وثاني شيء أكو ممكن يمنع التحول بصورة عامة، يعني إلها سببين إضافة اليوترام أوكسيد. أول شيء يخلي استقرار بالأطوار اللي هي التتراجونال والكيوبك للزرقونيا، وثاني شيء هذا الاستقرار يولد منع التحول الطوري، وهو المطلوب. يعني هذا المخطط الطوري هذا مثال بسيط لكم. نسب وزنية ضايف المحور اكس يمثل يترم اكسيد ضايفينه بنسب وزنية معينة، وعندكم محور واي درجات الحرارة مال التحول الطوري. نشوف المونوكلينك شوف وين يتواجد، اللي هي من صفر تقريبا الحد الألف أو 1100 لهنا. أنا هذا المونوكلينيك اللي هي عند نسبة جدا قليلة، تكون أقل من 5% من يترم أوكسايد اللي هو الطور المستقر واللي هو المفضل. التتراجونال وين راح يكون؟ التتراجونال يتواجد هنا من 1100 إلى تقريبا إلى 2000 أو 2050، هذا التتراجونال. الكيوبك من 2050 فما فوق، اللي هي هذه الأطوار احنا قلنا يعني إذا بقت بدون إضافات الزرقونيا هي تكون غير مفضلة، لأن عند درجة حرارة معينة راح تتحول، وبالتالي راح تؤدي إلى فقدان الخصائص. فهاي مثلا عند نسبة معينة من اليتروم أكسيد يخليه عند التتراجونال، شوف هنا خلاه يتواجد بدرجة حرارة أقل ومستقر، ويمنع تحوله إلى المونوكلينك، فهو هذا المطلوب، هذا الغرض منه. واضحة الفكرة؟ يعني أنا ما دخلت لكم هذا المخطط الطوري بالمحاضرة البي دي اف، هو فقط بس للتوضيح شنو فائدة اليترام أكسيد يضيفونه للزرقونيا. اوكي دكتورة. تمام، هاي اليترام أكسيد اللي ضافوها قلنا هو لغرض انه تؤدي إلى الاستقرار الطوري، وبالتالي تؤدي إلى منع التحول الطوري. هذه الخصائص اللي ولدتها اليوترام راح تؤدي إلى تحسين بمقاومة الكلال للزرقونيا. شنو هو الكلال بصورة عامة تعريفه؟ يعني جزء يتعرض إلى إجهادات دورية، يعني إجهادات بصورة مستمرة. نتيجة هاي الإجهادات المتكررة وبصورة مستمرة، شلون نقول إجهادات تتراكم على المادة، بالتالي بعد مرور فترة زمنية معينة راح تفشل. فالمقاومة الكلال راح تنتج عن إضافة اليترام أكسيد جدا عالية، وهي المفضلة. طبعا هذا مثال على اليترام أكسيد إنه هو حزم، بس أكو أكاسيد ثانية يضيفوا لها مثل أكسيد المغنيسيوم، أكسيد الكالسيوم، أيضا يضيفوها حتى يؤدي إلى استقرار الزرقونيا. بس أفضلهم اليترام أكسيد، هو اللي إلى خصائص اللي شرحناها. الزرقونيا بصورة عامة هسه لما صارت عندنا مادتين خاملة، أو مادتين خاملة للسيراميك اللي هي قلنا الألومنا أول شيء والزرقونيا، من بدأوا يقارنون بين خصائص الزرقونيا والألومنا، وجدوا إن الزرقونيا تمتلك خصائص ميكانيكية أو سلوك ميكانيكي كلش جيد مقارنة بالألومنا، وهاي الصفة هي المطلوبة المفضلة. ثاني صفة وجدوها انه الزرقونيا تمتلك مقاومة بلا ايضا جدا عالية، واللي هي ايضا مفضلة. لذلك هاي الخاصيتين جعلت الزرقونيا هي جدا مفضلة
من الالومنا، مع العلم انهم اثنيناتهم خاملة، بس احنا قلنا كلنا مادة لها صفات ايجابية ولها صفات سلبية. هاي الصفتين خلت الزرقونيا هي المفضلة عن الالومنا. اهم تطبيقات الزرقونيا اللي تدخل بيها اللي هي الكومبليت هيب سبستيوشن، يعني الهيب بروسس، سواء كرة او كعب، كلها يصنعوها من الزرقونيا. هاي التطبيق الزرقونيا بصورة عامة. النوع الثالث من المواد الخاملة اللي موجودة عندنا الكربون. طبعا هو هذا الكربون أو عنصر الكربون يتواجد بعدة صيغ. واحدة من عندها مثلا الألماس، الألماس الدايموند منظم، أو شلون نقول كريستالين متبلور، فهو صنف أو نوع من أنواع الكربون. عندنا الجرافيت، وعندنا الكربون العشوائي، وأيضا الكربون الحراري الشبه بلوري. هاي 3 أصناف من أصناف الكربون الموجودة. طبعا الكربون احنا قلنا يتواجد بعدة أشكال، قد يكون باودر يستخدم كمسحوق كبس وتلبيد يسووا له، أو يتواجد على شكل ألياف مثل ما قلنا بمحاضرة من المحاضرات السابقة، ألياف يستخدموها بتدعيم المواد البوليمرية لتحسين من خصائصها، أو تكون شيتات يعني صفائح او متراكبات، او ثين فيلم. يعني شنو الثين فيلم؟ يعني طبقه جدا رقيقه حجمها بالنانو. هاي الثين فيلم ايضا يستخدموها بتصنيع الانسجه، يعني عده اشكال تتواجد بها. اهم الخصائص اللي متوفره بالكربون اللي يجعلها مفضله بالخصائص الطبيه هي اولا انه تكون خصائصها الكهربائيه والحراريه جيده. هنا قلنا اكو تطبيقات تتطلب توصيل حراري، يعني مثلا القاعدة مال طقم الأسنان الدنشر اللثة اللي ظاهرة بالبداية، هنا يحتاجون مادة موصلة للحرارة حتى الإنسان يتحسس ببرودة وحرارة الطعام. بس هنا يراعي المنظر، صح الكربون راح يوفر له هذا الشيء وراح يحسن من خصائص مو عدا الحرارية، راح يحسن له من الخصائص الميكانيكية المطلوبة، بس لازم يعالج الكربون، يخفي لونه الأسود. عادة يا أما يسووا له طلاء بالسيراميك، أو يسووا له طلاء بوليمر لونه أبيض أو لونه أقرب للون اللثة. فهاي واحدة من التطبيقات، يعني هذا هنا جمع، هاي بس للتوضيح عندكم يعني شنو التطبيق اللي يتطلب توصيل حراري. قلنا مثلا قاعدة طقم الأسنان، هنا يراعي الخصائص اللي يريدها الفيزيائية مثل التوصيل الحراري. ثاني شيء راعي الخصائص الميكانيكية كمهندس مواد أحشي. والنوع الثالث أو الشغلة المهمة اللي هو يراعي الجمالية، لأن هذا جزء ظاهر، ما من الممكن واحد يكون قاعدة اللثة مالته سودة، يعني هاي مستحيل أكو واحد لثة سودة، حتى اللي بشرتهم جدا داكنة ماكو واحد اللثة مالته سودة، فهنا يراعيها. ثاني شيء أو الصفة الثانية الموجودة بالكربون اللي هو انه كثافته منخفضه، وهي ايضا مفضله بالمواد الاحيائيه. الصفه الثالثه انه هو يمتلك مقاومه تاكل جدا عاليه. والرابعه انه هو معامل مرونته ايضا منخفض، اضافه الى معامل التمدد الحراري المنخفض اللي هو ثيرمال اكسبنشن. شنو التمدد الحراري؟ بس عندي توضيح صغير الى هنا الثيرمال اكسبنشن يعني الماده اللي القابه تتعرض الى درجه حراره مرتفعه تميل الى تغيير شكلها او حجمها. هسه احنا من نحكي بمواد بايو ماتيريال نقول منين اجت الحراره؟ هو داخل جسم الانسان، جسم الانسان معرض الى ارتفاع درجه الحراره لما يصير عنده التهابات او مرض معين. ما من الممكن يصنع من ماده لها تمدد حراري جدا عالي، لان بهيج حاله راح يتمدد المزروعه وبالتالي تفشل. فهنا بس توضح احنا شلون نربط اللو ثيرمال اكسبنشن بالمواد الاحيائيه داخل جسم الانسان اللي هي قلنا بها حالات مرضيه معينه تؤدي الى ارتفاع درجه حراره جسم الانسان. طبعا الكربون بعده، اكو نوع من انواع الكربون يسمونه بايروليتك كربون، هو هذا اللي الصنف اللي مستخدم بصوره واسعه بتصنيع المواد الامبلانت المزروعات، واكثر شيء يستخدمونه بعمليه الطلاء على المواد المعدنيه. مثلا شنو التطبيق اللي يدخل بها البايروليتك كربون، هذا الصنف من انواع الكربون، اللي هو بتصنيع الارتفيشال هيرت فالف.
شنو قلنا الارتفيشال هيرت بار؟ تصنيع صمامات القلب. ليش يستخدم هاي البايروليتك كربون، هذا الصنف من اصناف الكربون بهذا التطبيق؟ يستخدم بهذا التطبيق لان اولا اكسلنت سترينث، مقاومه جدا عاليه. الثانيه وير ريزيستنس، مقاوم للبلع. الثالثه الصفه المهمه اللي توجد بهذا الصنف من الكربون حتى يستخدم بتصنيع صمامات القلب اللي هي ديورابيليتي، اللي هو قابليه تحمل او قابليه تشكيل عاليه. والصفة الرابعة والمهمة اللي هي اللي شلون نقول خلتهم مميزة لهذا الصنف، انه هو يمتلك خاصية او صفة تسمى ثيرمو بايو ريزيستنس، اللي هو مقاومة لتخثر الدم. هاي الصفات الاربعة المتجمعة بالبايروليتك كاربون خلته مميز بتصنيع الارتفيشال هيرت فارف بصورة عامة. طبعا التصنيف الثالث او الثاني اللي يدخل بهذا البايروليتك كربون اللي هي سمول جوينت، مثل شنو؟ مثل يصنعون من عنده الفينجرز، الفينجرز اللي هي الاصابع، العظام مال الاصابع بين عظم وعظم، المفصل اللي بالنص، يصنعونه من هذا الماده بايروليتك كربون. او سباينال انسرت اللي هي العمود الفقري اللي هي بين فقره وفقره، اللي هي مثلا من يقولوا له لما صار عده تاكل او شوفان، يعني ولو هي شوية العملية صعبة، بس هم بالدول برا بدأوا يعالجوا يستخدمون هذا الصنف من المواد اللي هي البايروليتك كاربون. البايروليتك كاربون يوجد به عدة صيغتين اللي هي ويتواجد بها، اللي هي لو تمبرتشر ايزوتروبيك كاربون، والصنف الثاني الترا لو تمبرتشر ايزوتروبيك كاربون. هسه راح نجي شنو كل وحدة بيهم، شنو اللو تمبرتشر وشنو الالترا لو تمبرتشر ايزوتروب. طبعا اللو تمبرتشر ايزوتروبيك كربون الى مميزات او صفات اكثر من الالترا لو تمبرتشر كربون. اهم صفه انه هو يمتلك توافقيه جيده ويا الدم ويا الانسجه المرنه، فلهذا هم يدخلونه بتصنيع صمامات القلب، لان يعني صمامات القلب هي سوفت تيشيو، وثاني شيء بتماس ويا الدم، فعنده توافقية جدا عالية ويا الصنفين. النقطة الثانية والمهمة اللي هي قلنا عليها اللي هي هاي ثيرمو بايو ريزيستنس، مقاومة تخثر للدم جدا عالية. والصفة الثالثة اللي يمتلكها أيضا هي الاكسلنت ديورابيليتي، قابلية تحمل وقابلية تشكيل جدا عالية. الرابعة انه مقاومة تآكل. والصفة الخامسة والأخيرة أيضا المهمة، انه هو يمتلك مقاومة بلاء وكلال أيضا عالي. هنا شنو الصفات اللي خلت البايروليتك كربون اللي هو بصنف اللو تمبريتشر والالترا لو تمبريتشر يستخدم يا اما بتصنيع الهيرت فالف يا اما ككوتينج، كوتينج يعني طلاء الى الهيرت فالف. ايش راح يمتلك؟ راح يمتلك صفتين مميزه اللي هي اللو دينسيتي، كثافته المنخفضه، والهشاشيه. الهشاشية يعني عنده صفتين مميزة، هذولي اللي هم هذول الصنفين هم تابعين البايروليتك كربون، فلهذا يستخدم بكثرة بتصنيع صمامات القلب أو الطلاء إلها. البايو انرت ماتيريال انتهت بكل أصنافها، الصنف الأول اللي هو قلنا الألومنيوم والزرقونيا والكربون. النوع الثاني من انواع السيراميك البايو ماتيريال البايو اكتف، المواد الفعاله. هنا المواد الفعاله هي عكس المواد البايو انرت، قلنا البايو انرت تبقى محافظه على جميع خصائصها سواء الكيميائيه والفيزيائيه والميكانيكيه، يعني مثل ما يخليها داخل الجسم ما تبدي اي تفاعل ويا الانسجه المحيطه. البايو اكتف عكسها، اول ما يبدي يزرعوها داخل جسم الانسان راح تبدي راسا بعمليه ربط بيولوجي بينها وبين الأنسجة المحيطة، من خلال بدأ بربط تفاعل كيميائي بين السطح عند السطح البيني بين المزروعة وبين الأنسجة المحيطة. أهم التطبيقات اللي تدخل بها البايو أكتيف ماتيريال اللي هي إصلاح العظام، لأنها جدا مهمة. عندنا إصلاح العظام لما تحتاج مثلا قلنا مثلا خدش، أو تصنيع عظم بصورة عامة لما مثلا عظم داخل جسم الإنسان مكان عظم واحد، هنا راح نحتاج مادة فعالة حتى تبدي
تتفاعل وياها، وبالتالي تبني العظم حتى تساعد بالشفاءة، فتدخل بالتطبيقات العظمية. الكارنوفيشال اللي هي شنو معناها؟ العظم، عظم الوجه أو القحف، عظام الجمجمة والوجه اللي تدخل بيها. والدنتال اللي احنا قلنا شنو بيها الدنتال؟ الدنتال هنا يقصد بيها مزروعات الأسنان اللي هي قصده برغ السن، الفيكستشر، لأن هو يصنع قلنا من مواد سيراميكية، بس أحيانا مثلا الزرقونية والألومنيوم أيضا قلنا تدخل بيها، بس قلنا واحدة صفاتها السلبية إنه هي شنو، هي إنرت، فتحتاج مادة فعالة حتى تبدي تتفاعل ويا العظام المحيطة، فيضيفوا لها مواد سيراميكية ثانية بايو أكتيف. من أمثلة المواد السيراميكية اللي بايو أكتيف مثل هي الهيدروكسي أفاتايت، الكالسيوم فوسفات، البايو أكتيف جلاس، وكلاس سيراميك. كل هذول الأصناف الأربعة اللي ذكرناهم بتركيبها يدخل الكالسيوم والفسفور اللي هي أهم عنصرين موجودة بالعظام البشرية، لهذا البايو أكتيف ماتيريال سيراميك جدا فعال بالمزروعات العظمية، لأن راح يبدي يتفاعل ويا العظام المحيطة واللي هي المطلوبة. هسه نجي على أول صنف مثلا البايو أكتيف كلاس والكلاس سيراميك. قلنا أهم العناصر اللي داخلة بالبايو أكتيف كلاس والكلاس سيراميك هي أكسيد الكالسيوم وأكسيد الفسفور، اللي هي العناصر المهمة الحاوية عليها الكالسيوم والفسفور. طبعا هو يحتوي على بعض العناصر أيضا بتركيب البايو أكتيف كلاس وكلاس سيراميك، يعني هو مو فقط أكسيد الكالسيوم وأكسيد الفسفور، يحتوي أكسيد المغنيسيوم، فلوريد الكالسيوم، أكسيد الصوديوم، أكسيد البوتاسيوم، هذه كلها جزء منها. فهذه نتيجة العناصر أيضا هي هاي مهمة وليس لها تأثير ضار داخل جسم الإنسان، لأن قلنا جسم الإنسان يحتوي على أيونات ويحتوي على بلازما دم وأملاح، هذول كلهم المغنيسيوم والكالسيوم والفسفور والصوديوم والبوتاسيوم أيضا موجودة بجسم الإنسان، فهو مادة جدا فعالة البايو أكتيف كلاس. البايو أكتيف كلاس حالة حال، يعني مثلا مثال بسيط له شلون راح يبدي يتفاعل، انه اول ما يبدي يزرع داخل جسم الانسان راح يبدي بتفاعل كيميائي ويا الانسجة المحيطة. هذا التفاعل هو هذا نتيجة هذا التفاعل ايش راح يولد؟ راح يولد طبقة تعرف بالابتايت لاير، يعني مادة ابتايت لاير، هذه نتيجة التماس ويا سوائل جسم الانسان اللي هو الدم. الدم وعندنا بلازما الدم وعندنا الماي موجود، فهذا اول ما تبدي المزروعه داخل جسم الانسان راح تبدي تتفاعل وياه، راح يولد طبقه الابتات. هاي الابتات راح تؤدي الى تكون او تولد انشاء عظم مشابه التركيب العظم الانسان، بالتالي تولد الاندماج العظمي، الاستيوكوندكتيفيتي يعني الاندماج العظمي. اندماج العظمي يعني اكتشافه، بنت العظم للجزء الموجود، وبالتالي راح تؤدي إلى الشفاء. فهاي طبقة الأباتايت هي بدورها نتيجة التفاعل راح تولد عظم، لأن قلنا الأباتايت هو نفس الهيدروكسي أباتايت اللي هو نفس تركيب العظم البشري اللي هو يتكون من كالسيوم وفسفور، وبالتالي من تتولد راح تساعد على بناء العظم وبالتالي الشفاء. هاي نبذة عن البايو اكتيف كلاس شلون يعمل داخل جسم الانسان. الصنف الثالث من الصنف المواد السيراميكيه هي البايو ديجرادبل اللي هي قلنا تتحلل. هاي الماده شنو هي؟ انه هي ماده سريعه التفاعل ويا جسم الانسان، وبالتالي نتيجه هذا التفاعل راح تتحلل، لان سوائل جسم الانسان راح تؤدي الى تحطيم هاي الماده البايو ديجرادبلتي. بس واحدة من هذه نتيجة التفاعل مال سوائل جسم الإنسان وياه، بالتالي راح تؤدي إلى تهشيم التركيب الكيميائي لها. هذا النوع هو مفضل، يتفضل بتطبيقات معينة. ليش؟ لأنه احنا مثل ما قلنا بديك المحاضرات السابقة اللي أخذنا نوع من أنواع المعادن أيضا بايودجرافيتي، قلنا يؤدي وظيفته ويتحلل ما يبقى. فهذا النوع أو الصنف من المواد ما يحتاج عملية ثانية لإزالة الجزء المكون من عنده، المصنع من عنده، لأن هو أول شيء تفاعل وتحلل، فمن تحلل أنسجة الجسم امتصته وصار تركيب من الأنسجة الصلبة وساعد على الشفاء.
من الأمثلة على المواد البايودجرادبل كمواد سيراميكية هي الكالسيوم فوسفايت والهيدروكسي أباتايت. طبعا الهيدروكسي أباتايت احنا قلنا المواد السيراميكية عندها عدة أحجام حبيبية، هي لما تكون الهيدروكسي أباتايت مرة يكون غير متحلل ومرة يكون متحلل. يكون متحلل لما يكون حجم الحبيبي أصغر من 10 مايكرو. فهذولي أهم صنفين من المواد البايودجرادبل السيراميكية. نجي على أول صنف اللي هو الكالسيوم فوسفات، اللي هو احنا قلنا عليه كل المواد البايو أكتف سيراميك أو البايودجرادبلتي أهم عنصرين متواجدة به إنه هو يحتوي على كالسيوم فوسفات اللي هي أهم عنصرين بالعظم البشرية. وشغلة ثانية، هو عنده أشكال يتواجد بها البايو الكالسيوم فوسفات، يا أما يتواجد بصيغة هيدروكسي أباتايت يا أما يتواجد بصيغة تراي كالسيوم فوسفات. يعني أكو بيه صنفين من أنواع الباودر الكالسيوم فوسفات. أهم تطبيقاته اللي هو الكالسيوم فوسفات اللي هي قلنا إحنا بيه دنتال إمبلانت، اللي هي مثلا يحتاجه على الدنتال إمبلانت. هنا شو يقصد بيها؟ مو السن الظاهر الأعلى، لأن هاي مادة متحللة، ما من الممكن يسوي صن أو العفو سن ظاهر يتحلل ويروح بمجرد ما يدخل بفم الإنسان، لا قصده الفيكستشر البرغي اللي داخل. بس مو هو فقط من هاي المادة، يعني قلنا هاي مادة متحللة، مثلا قد يصنعوها من الزرقونيا والألومنا. هاي المواد احنا قلنا هي انرت ما تتفاعل، من الممكن يطليها بكالسيوم الفوسفات حتى تبدي تندمج ويا الأجسام ويا العظام المحيطة. فهذا يقصد بها الدنتال امبلانت. سكن تريتمنت يعني مثلا تدخل بعلاج البشرة يدخلها، لأن هي مواد تؤدي وظيفتها وتتحلل. الجم تريتمنت يعني اللثة، يعني شوفوا أشياء ظاهرة تعالجها وتتحلل، بس ما من الممكن يسوي من عندها سن ظاهر، لأن السن احنا يحتاجه الإنسان، إذا السن ما وراح شلون مبلغ. الصنف الآخر اللي هو مثلا عند إعادة بناء عظم الفك اللي هو جاو بون ريكونستراكشن الأرثوبيدك، التطبيقات العظمية يعني يعالج مشكلة عظم قد يكون خدش فطر قليل، يسووا له طلاء أو بناء يبدي يتفاعل ويؤدي وظيفته ويبني العظم وبعدين يتحلل. أو مثلا بجراحة الوجه بالأنف بالأذن إلى غيرها من التطبيقات الطبية العظمية البحتة. الهيدروكسي أباتايت الصنف الأخير من صنف المواد البايوديجرادبلتي اللي هي أيضا قلناها إنه هو بالأساس يتواجد بالعظم البشري ويتكون من كالسيوم فوسفات. أهم صفة يتواجد بيها أو الهيدروكسي أباتايت يتمتع بيها إنه هو مادة جدا هشة. هاي الهشاشية طبعا هي مو فقط عند الهيدروكسي أباتايت، إنما جميع المواد السيراميكية صفتها إنه هي جدا هشة بريتل، وتمتلك مقاومة انضغاط جدا عالية. بس هنا دا يحدد السترينث أو المقاومة مال الهيدروكسي أباتات إيش راح تعتمد؟ راح تعتمد أولا على الجرين سايز، يعني على حجم الحبيبي. شنو العلاقة بين الجرين سايز وبين السترينث؟ طبعا العلاقة عكسية، كل ما يكون الحجم الحبيبي قليل كل ما تكون المقاومة عالية. شلون قلنا هذا الشيء تعتمد على حجم الحبيبي؟ احنا قلنا المساحيق هي عبارة عن أحجام حبيبية صغيرة، من يكون حجم الحبيبي صغير هو عادة يصنعوه بالباودر ميثولوجي كبس، يعني المسحوق يحطونه بقالب ويكبسونه وبعدين يدخلونه فرن. من يكون حجم الحبيبي قليل يعني الفراغات بين الحبيبات راح تكون جدا قليلة، وبالتالي يعني ما بي مسامية، بالتالي راح ينطي مقاومة جدا عالية، يعني فراغات قليلة بي راح ينطي مقاومة جدا عالية. أيضا الصفة الثانية اللي تعتمد عليها المقاومة اللي هي الدينسيتي والباراسيتي. الدينسيتي كثافته ومساميته، هذول الصفتين منين راح تعتمد؟ مثلا الجرين سايز احنا قلنا لان هو حجم حبيبي، الحبيبات يختار حجم حبيبي صغير راح تعطيه مقاومة عالية، يختار حجم حبيبي كبير راح تعطيه مقاومة قليلة. الدنسيتي والبوروسيتي نفس الحجم الحبيبي، شلون يتحكم بها
الانسان المصنع، انه احنا قلنا هو باودر يكبسه ويدخله عمليه تلبيد يعني سنترنج بالفرن، هنا يتحكم بدرجه حراره التلبيد والوقت، يعني ايش قد درجه حراره التلبيد. مثلا يلبد عند 700 لمده نص ساعه راح ينطي كثافه ومساميه مختلفه، او مثلا عند 700 يبقي مثلا ساعه راح ينطي كثافه ومساميه مختلفه. هاي لما يكون درجه، هاي مثال لما يكون عند درجة حرارة تلبيد معينة. لكن مثلا إذا يستخدم درجات حرارة مختلفة، مثلا مرة يلبد عد 500، مرة يلبد عد 700، مرة يلبد عد 1000، 1000 سيليزيوم، ووقت ثابت، راح يلاحظ إنه كل درجة تلبيد راح تعطيه كثافة ومسامير مختلفة. هاي أثناء العملية تتوضح، يعني هاي 3 أمور تحدد كثافة أو مقاومة الانضغاط للهيدروكسي أبتات. من الملاحظات المهمة على الهيدروكسي أبتات، احنا قلنا هو مادة جدا توافقيته عالية لأن تركيبه يشبه تركيب العظم، لذلك هو يستخدم بالتطبيقات العظمية بصورة عامة. نتيجة لهشاشيته حال أي مادة سيراميكية أخرى، لأن احنا هاي قلنا صفة ملازمة للسيراميك، أكثر تطبيق يستخدمونه به هو عملية اطلاع عن المزروعات المعدنية اللي مستخدمة بالمزروعات العظمية أو الأسنان، لأن احنا قلنا المحاضرة السابقة الصفة الملازمة للمواد المعدنية أنه هي مو جدا فعالة ويا الأجسام المحيطة، والصفة الثانية السلبية اللي دائما تتواجد بيدها المزروعات المعدنية أنه هي تتآكل عندما تتعرض الجسم الإنسان، بينما السيراميك ما عنده تآكل نهائيا لا هو ولا البوليمر. هنا السيراميك مثل هيدروكسي أبيتات جمع لي خاصيتين، يعني أنه هو مشابه لتركيب العظم باي كومباتيبلتي جدا عالية، توافقية عالية، وثانيا ما يتآكل. فمن الممكن آخذ صفاته الإيجابية أضيفها ويا صفات المعدن للتغلب على الصفات السلبية. لحد هنا انتهت المحاضرة، أكو أحد عنده سؤال؟ لا دكتورة، المحاضرة هذه أو المحاضرة السابقة، لأن شوية المحاضرة السابقة كانت ثقيلة يعني بيها معلومات هواية. أحد عنده سؤال طلاب؟ لا دكتورة واضحة. تمام أوكي.